درس اليوم بعنوان قياس الأطوال. تعرضنا لهذا الدرس سابقا واليوم سنقوم بتطبيقه حوله. لدينا نشاطين. النشاط الأول ماذا يقول؟ أثناء حصة التربية البدنية وفي لعبة القفز الطويل سجل كل من نهى ورامي وسلمى وعلي القفزات التالية. إذا لدينا جدول يبين طول قفزة كل واحد من هؤلاء الأطفال. علي سجل في قفزته 1.60 متر. سلمى سجلت 12 ديسيمتر. رامي سجل 11 ديسيمتر و8 سنتيمتر. نهى سجلت 15 ديسيمتر. الآن المطلوب رتب أطوال القفزات من أقصر قفزة إلى أطولها. النشاط الثاني ماذا يقول؟ أكمل ما يلي. لدينا 5 سنتيمتر و8 ملليمتر زائد 800 ملليمتر، كم تساوي؟ لدينا 7 ديسيمتر و30 ملليمتر زائد 10 ديسيمتر و300 ملليمتر، كم تساوي؟ الشرط الثاني الآن ضع الإشارة المناسبة أصغر أو أكبر. سنقارن 8 ديسيمتر و30 ملليمتر مع 420 ملليمتر. 6500 ملليمتر مقارنة ب 37 ملليمتر. إذا أعزائي التلاميذ من خلال الدرس اللي تعرضنا له سابقا قوموا بنقل النشاطين وحاولوا الإجابة عليهم، بعدها سنقوم بالحل. الآن أعزائي نبدأ الحل. إذا النشاط الأول ماذا يقول؟ أثناء حصة التربية المدنية وفي لعبة القفز الطويل سجل كل منها ورامي وسلمى وعلي القفزات التالية. قلنا علي سجل 1.60 متر، سلمى سجلت 12 ديسيمتر، رامي سجل 11 ديسيمتر و8 سنتيمتر، نهى سجلت 15 ديسيمتر. إذا هذه هي طول قفزات الأطفال. المطلوب منا ما هو؟ رتب أطوال القفزات من أقصر قفزة إلى أطولها. ماذا سنفعل هنا؟ المطلوب مني أن أرتب هذه الأطوال من أقصر قفزة إلى أطولها، لكن لاحظوا الأطوال هنا، ما بين هذه الأطوال؟ الأطوال وحداتها مختلفة، لدينا المتر والسنتيمتر والديسيمتر وأيضا سنتيمتر ديسيمتر، يعني أطوال الأطفال مختلفة بالمتر وأجزاؤه. ماذا نفعل؟ قبل الترتيب سأقوم بالتحويل. إلى أين سأحول؟ قلنا في درسنا السابق أننا سنحول إلى أصغر وحدة. عندي هنا المتر والسنتيمتر والديسيمتر، متر وسنتيمتر والديسيمتر، ما هي أصغر وحدة بين هذه الوحدات الثلاث؟ متر سنتيمتر ديسيمتر، أصغر وحدة هي السنتيمتر. إذا سأحول طول هذه القفزات إلى السنتيمتر، ماذا نكتب هنا؟ طول القفزة بالسنتيمتر. عندي 1.60 متر، سأحولها إلى السنتيمتر. 1 متر، أذهب دائما وأستعين دائما بجدول التحويلات. 1 متر تعطيني كم من سنتيمتر؟ تعطيني 100 سنتيمتر زائد 60
سنتيمتر تصبح طول قفزة علي بالسنتيمتر كم؟ 160 تصبح 160 سنتيمتر. الآن نقوم بالإجابة على النشاط التالي.
زائد 800 ملي متر كم تساوي؟ 7 ديسيمتر 30 ملي متر زائد 10 ديسيمتر و300 ملي متر كم تساوي؟ هنا لدينا جمع الأطوال، لكن لاحظوا معي هذه الأطوال وحداتها مختلفة، سنتيمتر مليمتر مليمتر ديسيمتر مليمتر ديسيمتر مليمتر. قلنا في درسنا أننا قبل الجمع أو المقارنة نقوم بتحويل إلى أصغر وحدة. أصغر وحدة هنا بين السنتيمتر والمليمتر هي المليمتر. إذا ماذا سأحول؟ سأحول 5 سنتيمتر فقط، 5 سنتيمتر فقط. أصغر وحدة هنا بين السنتيمتر والمليمتر هي المليمتر. إذا سأقوم بتحويل 5 سنتيمتر فقط إلى المليمتر. أما 8 مليمتر و800 مليمتر تبقى كما هي. إذا 5 سنتيمتر، نعود دائما إلى جدول التحويلات، 5 سنتيمتر كم تعطيني من مليمتر؟ أضع 5 هنا، مرتبة المليمتر هنا، إذا تعطيني 50 مليمتر. نضيف لها 8 مليمتر. أستطيع القيام بعملية الجمع على جدول التحويلات. 800 مليمتر، 800 مليمتر. إذا كم تعطيني هنا؟ 50 زائد 5 سنتيمتر حولناها إلى المليمتر أصبحت 50 مليمتر. 8 زائد 8 مليمتر زائد 800 مليمتر كم تصبح؟ تصبح عندي 858 ملي متر. أكتب دائما أصغر وحدة. الآن ننتقل إلى الثانية. عندي 7 ديسيمتر 30 ملي متر زائد 10 ديسيمتر و300 ملي متر. أيضا لدي وحدات مختلفة، عندي الديسيمتر و المليمتر، وأصغر وأصغرهم هي المليمتر. إذا سأحول الديسيمتر إلى المليمتر، سأقوم بتحويل 7 ديسيمتر إلى المليمتر، وأحول 10 ديسيمتر إلى المليمتر، وتبقى عندي 30 مليمتر لا أقوم بتحويلها لأنها في الوحدة المطلوبة، كذلك 300 مليمتر لا أحولها هي أيضا لأنها في الوحدة المطلوبة. إذا دائما عند حل تمرينات أو تطبيقات قياس الأطوال ألجأ دائما إلى جدول التحويلات. قلت عندي 7 ديسيمتر، أين هو الديسيمتر؟ ها هو الديسيمتر. 7 ديسيمتر كم تعطيني من مليمتر؟ تعطيني 700، تعطيني 700. 7 ديسيمتر تعطيني 700 مليمتر. أضيف لها 30 مليمتر تصبح 730. الآن 10 ديسيمتر و300 مليمتر، سأحول أيضا الديسيمتر إلى المليمتر. عندي 10 ديسيمتر كم تعطيني من مليمتر؟ مرت خانة الديسيمتر هنا، كم تعطيني من مليمتر؟ 10 ديسيمتر تعطيني 1000 ملي متر. أضيف لها 300 ملي متر تصبح 1300. إذا ماذا يصبح عندي هنا؟ 7 ديسيمتر و30 ملي متر تصبح 730. نضيف لها 10 ديسيمتر و300 ملي متر أي 1300 ملي متر كم تعطيني؟ إذا العملية الأخيرة هي 730 ملم زائد 1300 ملم، كم تصبح عندي؟ تصبح عندي 2030 ملم. لدينا 0 زائد 0 0 3 بمرتبة 10 3 7 زائد 3 10 أكتب الصفر أعتقد بالواحد 1 زائد 1 2 إذا تصبح 2030 ملي متر. الآن ننتقل إلى
أصغر أو أكبر. 8 ديسيمتر 30 ملي متر، سأقوم بمقارنتها مع 420 ملي متر. عندي أيضا 6500 ملي متر، أقوم بمقارنتها مع 37 متر. نفس الشيء هنا في المقارنة، عندي وحدات مختلفة، عندي الديسيمتر والمليمتر، هنا أيضا مليمتر، وهنا عندي المليمتر والمليمتر والمتر عفوا. إذا قبل المقارنة أذهب إلى التحويل إلى أصغر وحدة في جدول التحويلات. عندي 8 ديسيمتر 30 مليمتر، وعندي 420 مليمتر، أصغر وحدة هنا هي المليمتر. إذا ماذا سأحاول؟ سأحول 8 ديسيمتر إلى المليمتر. 8 ديسيمتر، أضع 8 هنا في خانة الديسيمتر، كم تعطيني المليمتر؟ تعطيني 800. إذا 800 زائد 30 مليمتر تصبح 830 مليمتر. في الجهة الأخرى عندي 420 مليمتر. الآن يمكنني المقارنة. يمكنني المقارنة، ماذا تصبح؟ سأكتب هنا 830 تصبح هكذا 830، هذه بعد التحويل طبعا، 830 مقارنة ب 420 مليمتر. ماذا نقول؟ 830 مليمتر، نقول أنها أكبر من 420 مليمتر. إذا سأضع الإشارة أكبر هنا أيضا نفسها، سأضع الإشارة أكبر. الآن عندي 6500 مليمتر مقارنة ب 37 متر. عندي وحدة مختلفة مليمتر ومتر، وأصغر وحدة هنا هي المليمتر. إذا ماذا سأفعل؟ سأحول 37 ملي متر إلى أصغر وحدة وهي الملي متر. إذا أكتب 37 متر. 37 متر دائما أخذ رقم الوحدات وأضعه في الوحدة هكذا. 37 متر تعطيني كم من ملي متر؟ تعطيني 37 ألف ملي متر، تصبح 6500 ملي متر مقارنة ب 37 ألف ملي متر. طبعا الآن سأقارن 6500 ملي متر، ماذا أقول؟ هل هي أكبر أو أصغر من 37 ألف ملي متر؟ إذا 6500 ملي متر هي أصغر من 37 ألف ملي متر. إذا سأضع الإشارة أصغر، عفوا أضع الإشارة أصغر هكذا. هنا أيضا سأضع الإشارة أصغر، 6500 ملي متر أصغر من 37 متر. إلى هنا أعزائي نكون قد أنهينا حل هذه التطبيقات، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.